السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله الثلاث محاضرات الجايين دول هنتكلم فيهم عن الميوتشوال اندكتنس. هنتكلم في الشابتر ده عن ريفيو اوف سيلف اندكتنس، ريفيو صريح كده على السيلف اندكتنس. بقى هنتكلم عن مفهوم الكونسيبت اوف ميوتشوال اندكتنس، هنتكلم عن الميوتشوال اندكتنس ان تيرمز اوف سيلف اندكتنس، علاقه الميوتشوال اندكتنس بالسيلف اندكتنس. هنتكلم عن الدوت كونفنشن، ازاي انا بحدد البولاريتي بتاعه الميوتشوال اندكتنس وازاي هي بتنجمع ولا بتنطرح على السيلف اندكتنس. يعني هل هي الميوتشوال اندكتنس دي اللي ناتجه دي بتساعد السيلف اندكتنس ولا عكسها؟ هنشوف بنحددها ازاي. وبعد كده الطرق اللي بحدد من خلالها الدوت ماركينج، يعني الملف ده ازاي بحط عليه الدوت ماركينج بتاعته بحيث ان هو نقول ان هو بيساعد او بيعاكس، وازاي ان انا استخدم الدوت ماركينج ده في الايه في السيركت اناليسيس. يعني ده ريفيو سريع على الايه الحاجات اللي احنا هناخدها في الثلاث محاضرات الجايين ان شاء الله. هنتكلم عن الماجنتيكلي كوبل سيركت اللي هو اتصال الدوائر مغناطيسيا. فلو عندي دايرتين زي الترانسفورمر كده، ففي عندي ملف بريماري وملف سكندري. الملف البريماري متصل عليه سورس، فالملف السكندري فيه فيض بيتولد فبيقطع الملف السكندري فبيولد قوة دفع مستحثة فبيولد هنا جهد. الجهد ده ناتج من الاتصال المغناطيسي مش اتصال كهربي. فانا هنا عايزين نشوف ازاي ان انا استخدم الدائرة ديت ان انا الطاقة او الانرجي من الدائرة الاولى للدائرة التانية، تمام؟ زي المحول كده، نشوف ازاي بيتم في الماجنتيك فيلد. لو عندي سلك بيحمل تيار اي فبيتولد عليه فيض. الفيض ده ممكن احسبه عن طريق قاعدة امبير لليد اليمنى، ده بدأ في اتجاه التيار، الابهام في اتجاه التيار، واصابع اليد مع اتجاه الفيض فبيتولد فيض في الاتجاه دوت. ولو عندي مصدر الشكل التاني دوت وده اتجاه التيار فبيتولد عندي فيض، ده الفيض اللي عندي دوت، فده احد مصادر الفيض ضوء التيار. في عندي لو عندي current carrying wire internal magnetic field بحدده عن طريق right hand rule اللي هو اتجاه الفيض او اتجاه البي، على اساس ان البي ده الفلوكس دينستي ده عبارة عن الايه الفاي على الايه اللي هو الفلوكس دينستي لوحدة المساحات اللي هو الفيض لوحدة المساحات. ولو عندي شكل تيار بالشكل ده شكل ماشي على شكل دايرة، فأنا عندي بحدد باتجاه ده اتجاه الفيض ده اتجاه التيار، الإكس ده انبوت انبوت للتيار، فده بيبقى اتجاه الفيض ماشي في شكل دوائر بالشكل ده، وده direction of current وده اتجاه الفيض. لو عايزين نقول ان البي اللي هي الفلوكس دينستي بتتناسب تغذيا مع التيار، والبي تتناسب تغذيا 1/2 باي ار، يعني البي تتناسب تغذيا مع اي على 2 باي ار. ثابت التناسب اللي هو الميو نوت، ولو موجود في مادة غير الهواء بيبقى ميو نوت في الميو ار، والميو نوت اللي هي عبارة عن 4 باي في 10^-7. فعلاقة الفلوكس دينستي مع التيار البي بيساوي ميو نوت في الاي على 2 باي ار، والار ده اللي هو نص القطر بتاع الايه، يعني في اي نقطة عايز احدد الفلوكس دينستي بشوف بعدها عن السلك قد ايه، تمام؟ وكون دايرة على قد دايرة، وممكن احسب الفلوكس دينستي عند اي نقطة عبارة عن ميو نوت في اي على 2 باي ار. ده بيمثل لي الماجنتيك فيلد دينستي بي، بيتناسب تقريبا مع التيار، بيتناسب عكسها.
عكسيا مع البعد، بعد المسافة عن السلك لحامل الطيارة. الماجنتيك ريلاكتانس، فأنا هنا ممكن أحول الماجنتيك ريلاكتانس كدائرة كهربية، يعني نفس الدائرة الكهربية. فأنا عندي هنا في ريزيستيف سيركت ريزيستنس اللي هي بتعاكس التيار، لكن في الدوائر المغناطيسية الريلاكتانس هي اللي بتعاكس الايه اتجاه الفيض. فالفيض ريليتد للتيار، والريلاكتانس لو انا بشبه الدائرة المغناطيسية مع الدائرة الكهربية، فهنا كان بيمشي التيار ال R بيساوي V على I، هنا لا في الماجنتيك ريلاكتانس بيساوي ال F على الفاي. الفاي هو يعني شبيه التيار الدورة الكهربية، والإف هو شبيه الإيه الجهد. اليونت بتاع ريلاكتانس عبارة عن أمبير على الويبر، ومقلوب الريلاكتانس أو معكوس الريلاكتانس هو البيرمانس اللي هو بيساوي واحد على ريلاكتانس. عايزين نتكلم عن السيلف أند الميوتشوال إندكتانس. لو أنا عندي كويل يعني ملف واحد بس، اندكتور واحد في سنجل سولو ملف ملفوف، هيبقى ليه بس اندكتنس واحدة بس. لو اتنين كويلز هيبقى كل ملف ليه اندكتنس، يعني لو اتنين كويلز ال واحد وال اتنين هيبقى عندي ال واحد وال اتنين، وعندي ال واحد بيأثر على ال اتنين وال اتنين بيأثر على ال واحد، فبيبقى عندي ال واحد وال اتنين مشوا. عشان يكون في ميوتشوال لازم يكون في اكتر من ملف موجود عندي، يعني لو عندي تلات ملفات ال واحد وال اتنين وال تلاتة، فال واحد هيأثر على ال اتنين وال اتنين هيأثر على ال تلاتة وال تلاتة هيأثر على ال واحد، ففي عندي تلاتة ميوتشوال ما بين الملفات وايه وبعضها. في حالة ملف واحد هو السيلف اندكتنس بس، ومفيش حاجة بتأثر على الملفات التانية. وحدة الاندكتنس والميوتشوال اندكتنس اللي هي الهنري. السيلف اندكتنس لو انا عندي دايرة بالشكل ده كده، وعندي التيار I of T عليه جهد ال V، وعندي ملف مار فيه تيار I، مار فيه تيار I هيتولد فيه فاي مباشرة. الفاي ده هو يعني الملف ده ليه ال واحد، فأنا عندي هنا الملف ده ليه عدد لفات N وبيمر فيه تيار I، ونتيجة التيار ال فاي ده هو هيتولد فيض بمقدار فاي. فعندي ال V عبارة عن N دي فاي باي دي تي، يعني في جهد هيتولد على الملف عبارة عن N دي فاي باي دي تي. ال دي فاي باي دي تي ممكن أقول إيه دي فاي على دي أي في دي أي على دي تي، دي فاي على دي أي في دي أي على الدي تي. فهنا لو قلنا ال V بقى، يبقى ال V هتساوي دي فاي على دي اي في الدي اي على الدي ايه على الدي تي. ال N دي فاي على دي اي ده عبارة عن الاندكتنس، تغير الفيض بالنسبة للتيار مضروب في عدد لفاته، ده بيمثل لي الاندكتنس. فال V بيساوي L دي باي دي تي، الجهد اللي موجود على الملف كنا خدناه قبل كده ان هو عبارة عن ايه L دي اي باي دي تي. فال L دي عبارة عن N دي فاي باي دي اي، فهنا ال L بيساوي N دي فاي باي دي اي بالهنري. هنا لو الملف حطيته في دايرة تيار مستمر، فالدي فاي على الدي اي بصفر لان التيار ثابت والفيت ثابت، فتفاضل هيبقى بصفر، يعني معناه الاندكتنس بكام؟ بصفر. ووحدة الملف ده اللي هو الايه الهنري. طيب لو جينا قارنا ما بين الريزيستنس وما بين الاندكتنس، يعني لو حطينا الريزيستنس والاندكتنس، ال R الجهد عليها عبارة عن I في ال R، جهد A أعلى من نقطة B. البوتنشيال ديفرنس اللي هو فرق الجهد ما بين نقطة A و B بيعتمد على التيار، يعني التيار كام، فالاي في الار يبقى ده البوتنشال ديفرنس ما بين ايه وبي. تعال نشوف الملف كده،
لو حطينا ملف ما بين نقطة A و B ومرة فيه تيار R، الجهد نقطة A بالنسبة ل B يعني V A B عبارة عن L دي I باي دي تي. لو ال دي اي باي دي تي اكبر من الصفر معناها نقطة A اعلى جهد من نقطة B. طب لو ال دي اي باي دي تي اقل من الصفر معناها ان جهد نقطة B اعلى من جهد نقطة A. طب لو ال دي اي باي دي تي بيساوي صفر معناها ان جهد ال A بي بيساوي صفر. فده بيعتمد البوتنشال ديفرنس بيعتمد على ريت اوف تشينج اوف ذا كارنت، معدل تغير التيار بالنسبة للزمن. يعني التيار بيتغير مع الزمن ولا لا؟ لو بيتغيرش مع الزمن يبقى الايه معدل بصفر، لو تغيره تزايدي او تناقصي فبيأثر على قيمة الايه الجهد. الميوتشوال اندكتنس، عشان نوضح مفهوم الميوتشوال اندكتنس اللي احنا هنشتغل عليه، فانا عندي الميوتشوال اندكتنس بيظهر معايا امتى؟ لما يكون اتنين عندنا اتنين ملفين، اتنين كويل. الملف الاولاني هوصل عليه كويل واحد، هوصل عليه تيار اي سي وهيتولد عليه تيار اي واحد. الملف الثاني هوصل عليه فولتاميتر او جيلفانوميتر، جيلفانوميتر زي ما خدنا في القياسات كده، جيلفانوميتر يقيس لي الجهد الايه اللي خارجي. الجيلفانوميتر هو عبارة عن ايه؟ جهاز الصفر بتاعه في المنتصف بيتحرك يمين لو الجهد موجب وبيتحرك شمال لو الجهد ايه سالب. فانا هنا اول ما اوصل للتيار هيتولد فيض، الفيض ده هو هيقطع الملف التاني، جزء هيقطع الملف التاني وجزء مش هيقطع الملف التاني. فالفيض ده هيقطع الملف التاني، قطع الملف التاني فولد جهد مستحث على الملف التاني فهيمرر تيار، فالتيار ايه هيقيس جهد فيبقى فيه جهد، فده يتحرك يمين او شمال حسب الايه حسب الفيض ده بيقطع الملفات فهيتحرك يمين او ايه او شمال يعني هيدي جهد. فهنا الميوتشوال اندكتنس بيحدث ايه؟ لما ملف الدايره الاولى يقطع الفيض بتاع الدايره الاولى يقطع الفيض بتاع الدايره الثانيه فبيولد انديوسد ام اف. الانديوسد ام اف دهيت هي اللي بتسبب الميوتشوال ايه اندكتنس. هنا الكويل هاف ميوتشوال اندكتنس، فاما يبقى في ميوتشوال اندكتنس فبيزود او بيقلل الاندكتنس السيلف اندكتنس بتاعت الملف حسب بقى هو بيساعد ولا بيقلل. فهنا الميوتشوال اندكتنس بتبقى ناتجه من دايره على دايره تانية، يعني ما يعني دايره تاثير الدايره الاولى على الدايره التانية فبيد ميوتشوال اندكتنس ام 1 2، او تاثير الدايره التانية على الاولى فبيد ميوتشوال اندكتنس 1 2 او 2 1. فلو شفنا مثلا دايره زي الدايره دي عندي هنا اي 1 اوف تي فمر تيار اي 1، فالاي واحد هيمرر فيض فاي واحد واحد ومرر تيار اي واحد، فالاي واحد لما مر هنا عمل فيض فاي واحد واحد وعمل فيض كل فاي واحد، في فاي واحد واحد قطع ملفات الايه ان واحد، وفي فاي واحد اتنين قطع ملفات اتنين واحد. يبقى هو الاي واحد ادى فيض فاي واحد، الفاي واحد بيساوي فاي واحد واحد زائد فاي واحد اتنين، الفاي واحد واحد ده قطع ملفات الايه قطع ملفات الان واحد بس، الفاي واحد اتنين تشابك مع الملف التاني وتشابك هو اصلا من الملف الاولاني، يبقى هو تأثير واحد على كام على اتنين. فنتيجة ده نتيجة الفاي واحد اتنين هيولد جهد ايه في اتنين. فعندي الفاي واحد واحد الماجنتيك الفاي واحد ده كويل واحد هو ليه اتنين كومبوننت، فاي واحد واحد اللي هو قطع ملفات الواحد بس، فاي واحد اتنين لينك قطع ملف واحد وملف اتنين. ف
فالفاي واحد عبارة عن فاي واحد واحد زائد فاي واحد اتنين، عشان كده الجهد في واحد عبارة عن ان واحد دي فاي واحد واحد على دي اي واحد في دي اي واحد على دي تي، هو عبارة عن ان واحد في دي فاي واحد على دي تي، بس ضربنا في دي اي واحد بسط ومقام على اساس نقول ان ال ان واحد في دي فاي واحد واحد على دي اي واحد ده بيمثل لي ال ال واحد، يعني الجزء ده كده بيمثل لي ال ال واحد. فال في واحد عبارة عن ال واحد في دي اي واحد باي ايه؟ باي دي. طب ال في اتنين عبارة عن ان اتنين في دي فاي واحد اتنين على دي تي، وضربت بسط ومقام على ايه؟ دي اي واحد في دي اي واحد. ان اتنين في دي فاي واحد اتنين على دي اي واحد ده عبارة عن ام اتنين واحد، يبقى عبارة عن ام اتنين واحد في دي اي واحد على دي ايه تي. هنا نركز في حاجة مهمة جدا، ان الميوشوال ده الجهد على الملف التاني، وده الميوشوال تقاطع الملف التاني نتيجة تيار الملف الايه الاولاني. التيار هنا تيار مين؟ تيار الملف الاولاني، لان هو الميوشوال دايما هتلاقي تأثير الملف الأولاني على الملف التاني، فده تيار الملف الإيه؟ أو تأثير الملف التاني على الملف الأولاني، فالميوشوال دايما هتلاقي عكس التيار، يعني ده إم اتنين واحد يعني الميوشوال على الملف التاني نتيجة إيه؟ تيار الملف الأولاني، فده إم اتنين واحد بسميه كده. The mutual inductance in coil 2 due to coil 1. 2 واحد ده mutual inductance على الملف الثاني نتيجة الملف الأولاني أو تيار الملف الأولاني. لو نفس الدايرة بس أنا عكست، يعني غزيت الملف الثاني وسبت الملف الأولاني، فعند الملف التاني هيمرر تيار اي اتنين، اي اتنين ده هيقطع الملف الايه ان اتنين، فاي اتنين ده هيعمل فيد ايه فاي اتنين، فاي اتنين ده هيبقى عبارة عن جزئين، إيه؟ فاي اتنين اتنين هيقطع الملف التاني بس، وفاي اتنين واحد هيقطع الملف الاولاني والتاني، فهنا في جهد في اتنين. طب الفي اتنين ده عبارة عن ايه؟ ان اتنين في دي فاي اتنين على دي تي، يعني في اتنين بيساوي ايه؟ ال اتنين في دي اي اتنين باي دي تي. طب في واحد، في واحد عبارة عن ايه؟ عبارة عن الميوشوال، الميوشوال ام واحد اتنين في دي اي اتنين باي دي تي. فانا عندي هنا في اتنين عبارة عن ايه؟ في اتنين اللي هو الفولتج انديوزد عن كل اتنين عبارة عن ان اتنين دي فاي اتنين اتنين على دي اي اتنين في دي اي اتنين على دي تي، يعني بيساوي ال اتنين في دي اي اتنين على دي تي. طب الفولتج انديوزد على الكويل 1 بقى عبارة عن ان واحد دي فاي اتنين واحد على دي اي اتنين في دي اي اتنين على دي تي، يعني الام واحد اتنين يعني بيساوي ام واحد اتنين في دي اي اتنين على دي تي. برضه هنا الميوشوال نتيجة تقاطع تأثير الملف، التأثير وقع على الملف الأولاني نتيجة التيار اللي مر في الملف الإيه؟ التاني، فهنا التيار بتاع الملف التاني بس الميوشوال وقع على الملف الإيه؟ الأولاني، فهنا الـ M1 2 دي بتمثل الميوشوال إندكتانس على الكويل الأولاني نتيجة الملف التاني، الميوشوال على الـ M1 2 اللي وقع على الملف الميوشوال على الملف الأولاني نتيجة التيار اللي مر في الملف الايه التاني سما ام واحد. فهنا الدايرة ديت ده تغذية الملف التاني باي اتنين، وده عدد لفاته ان اتنين، ده عدد لفاته ان واحد، ده الجهد في اتنين، ده الجهد في واحد. فالماجنتيك فلوكس فاي اتنين ده عبارة عن ايه؟ فاي اتنين اتنين وفاي واحد اتنين، بنراجع تاني يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه. فالماجنتيك فلكس فاي اتنين اللي هو بتاع الكويل اتنين has two components اللي هي فاي اتنين اتنين وفاي واحد اتنين، الفرق ما بينهم
فاي 2 2 بيقطع الملف التاني بس، انما فاي 1 2 لينكج الملف الاولاني والملف الايه لا التاني، بيقطع الملفين مع بعض، وده اللي بيسبب الميوتشوال اندكتنس اللي هو فاي 1 2 ده. فانا عندي الفاي 2 بيساوي فاي 1 2 زائد فاي 2 2، و ال في 1 عبارة عن ان 1 دي فاي 1 2 على دي تي، و ال في 1 عبارة عن ام 1 2 دي اي 2 دي تي. فهنا انا عندي تو سيركتس اند تو كارنت ار ذا سيم، يعني نفس الدايرة ونفس التيارات. فهنا الام 2 1 بيساوي ام 1 2 بيساوي الايه الام. فالميوتشوال اندكتنس ام هي وحدتها هي وال ال 1 وال ال 2 كلها عبارة عن الايه ال هنا. فهنا ام 1 2 بيساوي ام 2 1 بيساوي ام. فعندي هنا الميوتشوال اندكتنس ممكن اعبر عنها ان هي ال في 1 في الحالة الاولى اللي احنا قلناها بيساوي ان 1 دي فاي 1 على دي اي 1 في الدي اي 1 على دي تي، اللي عبارة عن ال 1 دي اي 1 باي دي تي، والفي 2 عبارة عن ام 2 1 او الام بقى في الدي اي 1 باي دي تي. طب الفي 2 عبارة عن ال 2 في الدي اي 2 باي دي تي. طب الفي 1 عبارة عن الام في الدي اي 2 باي دي تي، ام في الدي اي 2 باي دي تي. الميوتشوال اندكتنس قلنا عندنا هنا لو في الدايرة الاولى ديت وده التيار اي 1 وده الملف ال 1 ده الملف ال 2 وده في 2 في ميوتشوال ما بين ال 1 وال 2. فهنا لو عايز احسب في 2 هقول في 2 بيساوي ايه الميوتشوال ام 2 1. ام 2 1 ليه؟ يعني الميوتشوال بتاع 2 نتيجة تيار اي 1 دي اي 1 باي دي تي، يعني ده الميوتشوال على 2 بس التيار نتيجة تيار مين؟ الملف الاولاني اي 1. طب هنا انا غذيت الملف التاني حصل ميوتشوال على الملف الاولاني، فلو قلت في 1 هيبقى عبارة عن ميوتشوال ام 1 2 في الدي اي 2 باي دي تي. فهنا الملف الاولاني بيأثر على الملف التاني والملف التاني بيأثر على الملف الايه الاولاني بيسبب له ميوتشوال ايه اندكتنس.